مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث الليلي هنا من مدينة أكادير وبالضبط من منطقة السلام الشهيرة، من أجل أن نشارك معكم هذه الأجواء الليلية هنا بهذه المنطقة المعروفة بالحركية ديالها، منطقة تنبض ليلا ولا يهدى لها لكن تنبض دائما. فالمنطقة هي منطقة السلام تعج بالحركية والنشاط الليلي، ومنطقة فيها رواج كثير، منطقة بطبيعة الحال ناخذكم في جولة عبر الأسرقة والشوارع ديال المنطقة من الأجواء الليلية تزامنا مع موجة البرد القارص، ربما اللي في بعض المناطق اللي كتخلي بعض المناطق اللي تكون خالية وتضيف فيها الحركة، لكن مدينة أكادير فالأجواء الليلية فيها أجواء رائعة وأجواء جميلة جدا بطبيعة الحال في هذه الفترة اللي هي بالتحديد الفترة الليلية. بالضبط يعني من منطقة السلام المعروفة بمدينة أكادير، فنحييكم ونتمنى لكم ليلة طيبة إن شاء الله يا رب بالطبع. فأي واحد يعني كيتابعنا يشرح معنا الأجواء الليلية وكيفاش دايرة الأجواء في المناطق اللي أنتم كتابعونا فيها بكثافة، فقلنا كنعرفوا بأن كاينين متابعين من مختلف المناطق المغرب، وبالطبع كل منطقة تختلف عن الأخرى يعني في الحركية ديالها وفي الأجواء الليلية. بطبيعة الحال كما كتشوفوا يعني الشوارع ديال المنطقة شوارع مليئة بالحيوية، مليئة بالنشاط الليلي كما كنشوفوا من خلال يعني هذا الصور وهذا المشاهد اللي كنقول لكم. بطبيعة الحال دائما نرصد لكم كل صغيرة وكبيرة عبر الشوارع العاصمة السوسية مدينة أكادير، ونسلط الضوء على مجموعة من المناطق بطبيعة الحال من أجل أن نكون دائما في صلب اهتماماتكم ونكون عيونكم في كل المناطق بدون استثناء. فلازلنا مواصل معكم.
تحية مسائية عطرة لكل المتابعين الأوفياء أينما توجدتم في السوق. بحب أن أحييكم إخواني الكرام ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة معنا من خلال الضيوفات المباشرة بطبيعة الحال.